جرائم العصابات تجاوزت كل الحدود بالفترة الأخيرة وتحديداً بستوكهولم وأوبسالا. 11 ضحية فقط بشهر سبتمبر، 3 منهم ما لهم أي علاقة بعالم العصابات. وما زالت الجرائم مستمرة ولا حلول على الأرض. نزلنا اليوم على الشارع لحتى نشوف الناس كيف تأثرت بهاي الجرائم، وهل ما زالوا يشعرون بالأمان، وشو رأيهم بتعاطي الحكومة مع الأمر، وشو برأيهم الأفضل لحتى ينعمل. خلونا نشوف مع بعض. شو تعليقك على جرائم العصابات بالفترة الأخيرة، وهل ما زلت بتشعر بالأمان بمنطقة سكنك أو عملك أو مدارس الأطفال؟ والله بالنسبة للجرائم يعني عم تأثر كثير على الوضع بالبلد، وعم تسيء لسمعة اللاجئين، لأنه الأغلب عم تتسمى باسم اللاجئين. ولا وبصراحة لا، ما عم نحس بالأمان مثل قبل. والله بيني وبينك صار في هلا قلق كثير بهالموضوع، لانه كل يوم والتاني عم نسمع انفجارات، جرائم، يعني صراحه كتراني هاي القصص. لا والله صراحه في قلق. هو الامان بالليل ما في، بالاخص بعد الساعه 12 عم نسمع اصوات بالبنايات، في تحركات غريبه بتصير بالحارات، وبالشغل ما حدا بيعمل شيء. هلا بالبيت بشكل عام الامور بتضل الاحياء السكنيه يعني بعيدة عن مشاكل العصابات ومشاكل المخدرات وهاي القصص. يعني بصراحة أنا صار الواحد يكون حذر أكثر بخروجه من شغله ولسيارته أو كذا. والله لا بصراحة مثل الأول لا، ما عم بشعر بالأمان أبدا، على طول خايفة على حالي وعلى جوزي وعلى الأولاد، يعني كتير صار صعب أكثر من الأول. شو رأيك بطريقة تعاطي الحكومة مع الأمر حتى الآن؟ يعني لازم يكثروا الدوريات البوليس، يعني يدققوا على الأماكن المشبوهة أكثر من يعني زيادة شوية عن المراقبة. فهمت كيف؟ في لازم يشدوا أكثر، لازم يكون عندهم بحث أكثر بهاي المواضيع. في إهمال من قبل الحكومة. أول شيء لازم يعرفوا البؤرة الأساسية تبع هيدي العصابات. سلبي جدا، يعني ما في أي إجراء بتحسوا انه فعال نهائيا. يعني اهتمامات الحكومه يعني لا تناسب تطلعات الشعب، كل اهتماماتهم صارت تتعلق بالمهاجرين، ولكن الامور الاقتصاديه بانهيار تام. الكورونا عم تنهار بشكل مستمر، الاسعار عم ترتفع بشكل كبير، الحركه الاقتصاديه صارت جدا فيها كساد، والعصابات عم تنشط، وهذا سببه الكساد الاقتصادي، سببه حركه الركود. طاولين لا يردوا عليهم، الكل لازم يكونوا أقسى من هيك معاهم. طب كيف ممكن السويد تواجه العنف المتزايد الناتج عن حرب العصابات؟ يعني لازم الدولة أنها توضع حلول لحتى تحتوي المجتمع، لحتى تقدر تعالج مشاكله للمجتمع. يعني في الدول المتحضرة والمتقدمة بيكون في عندهم خطة مجتمعية تابعة لوزارة العدل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، بيناقشوا القضايا، بيعرفوا سبب المشكلة وين، إن كان بالمجتمع أو الأسرة أو حتى المشاكل الاقتصادية أو أي مشاكل تانية. والله ما بعرف، إنه لازم يكونوا يعني صارمين أكثر، يحطوا حد ويشددوا شوي على الناس المتسايبة بالليل. في حال كانت الإجراءات المشددة بتأثر على حياتك شخصيا، فهل أنت مع تشديد الإجراءات؟ لا بيأثر، بس الأمان أهم شيء بالأول والأخير. يعني أعتقد أنه الشرطة لازم تكون أوعى بهذا الموضوع، مش أي إنسان توقف وتفتشه، أكيد بيكون عنده معلومات عن أشخاص معينة. مش معقول مدنيين ماشيين نساء مع أطفال مع يوقفوا يفتشوا، أكيد ما عنديش مشكلة بهالمواضيع، لازم يكون في تدقيق أكتر. بالنسبة إلي الأمان أهم شيء. طبعاً لا. ليش لا؟ لأنه هذا الموضوع رح يسبب حالة من الغضب الشعبي، حيسبب حالة من العصيان. يعني إحنا شفناها في البلاد اللي إحنا إجينا منها، البلاد المحكومة بحكومات دكتاتورية. الحكومات الدكتاتورية لما تتعامل مع الشعب بغضب، الشعب حصير عنده ردة فعل ماشي، ورح تنعكس على المجتمع. فهذا الموضوع ما رح يحل شيء، الدولة لازم تحل الموضوع جذريا ضمن المجتمع، وما تتعامل بالعنف، لأنه بعمره العنف ما حل أي شيء مع المجتمع، بالعكس هذا رح يأجج حالة الغضب وحيسبب عندهم رد فعل عكسي. تشديد الإجراءات لسلامتنا أكيد، حتى لو حتأثر عليك شخصيا، المهم تكون سلامة البني آدم بالباب الأول. أنا مع الأمن إنه يساووا هن كنترول على كل شيء، ما لح يأثر شيء، هو بالعكس أنا هيك رح أكون مرتاحة، إنه هن مشددين على كل شيء وعندهم كنترول على كل شيء، هذا كتير شيء منيح. طيب وفي اقتراح إنه الجيش ينزل على الشارع وأماكن اللي فيها عصابات وقتل، شو رأيك بالموضوع؟ لا هيك شيء خوف كتير.
كثير شيء بخوفك صار الواحد لازم كثير يخاف بقى.